السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة أم ملك. غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير البيتزا. غادي نحتاج لها جوج كيسان ديال الفورس أو الفارينة، كاس ديال دقيق القمح، نص كاس ديال الزيت وشوية ديال الملح حسب الذوق، وعندي هنايا معلقة ديال الخميرة ديال العجينة حسب العجين اللي عندي، ومعلقة صغيرة مع مرش ديال لاموطارد أو الخردل، شوية ديال الزعتر أو الزعيطرة، والماء باش نخلطو الدقيق. اول حاجه نديرو هي نخويو النواشف ونخلطوهم مع بعضياتهم. نضيف شويه ديال الملح، وديك الخميره ديالي ديال العجينه نضيف عليها شويه ديال الماء باش تفاعل ليا. اللي بغى في هذه المرحله يضيف واحد المعلقه صغيره ديال السكر سنيده يضيفها، انا ما اكتفيت غير بالمذاق ديال لاموطارد. غادي نبسبسها بشويه ديال الزيت، نص كاس ديال الزيت البلديه، نحاول نبسبسها مزيان ندخل فيها ديك الزيت. بعد ما بسست الدقيق ديالي غادي نضيف له ديك نص معلقه ديال لاموطارد اولا الخردل، ونضيف الخميره ديالي اللي درت مع الماء تفاعلت ليا، ونحك شويه ديال الزعتر. ضروري من الزعتر، هو اللي كيعطي المذاق البيتزا، ضروري من الحضور ديالو. ونجمع العجينه ديالي بالماء تدريجيا، الماء يعني ميزانيه على حسب العجينه، ما تكونش مرخيه بزاف وما تكونش قاصحه. تاني بعد ما تلمت لي العجينه نستعمل شويه ديال الدقيق ونكمل الدليك فوق المائده باش كتسهل عليا. انا كندير الدقيق غير باش ما كتلصق لياش، ونستمر في الدلك ديالها بهذه الطريقه هذه تقريبا واحد 5 دقائق حتى تلم ليا مزيان وتطلق. ضروري من الدليك في هذه المرحله هذه باش كتجي العجينه طريه ومدلوكة. دابا بعد ما دلكت العجينة ديالي غنديرها في البلاستيك الغذائي ونخليها ترتاح، بين ما غادي ندوز نوجد الحشو عاد باش غندوز نطلقها. كل ما خلينا ترتاح كل ما كانت النتيجة مزيانة. بالنسبه للحشو انا كندير جوج بصلات، بصله كنخليها شرائح وبصله نقطعوها رقيقه، ندير لها شويه ديال الزيت وشويه ديال المليحه ونديوها تشحر فوق البوطه حتى تطيح لينا وتشحر مزيان. وغادي ندوزو نديرو دابا الصلصه ديال البيتزا. انا هذه طريقتي، عندي مطيشه وبصله كبيره، واحد جوج فصوص ديال الثوم، وعندي واحد ملعقه ديال طماطم مركزه، شويه ديال القزبر ومعدنوس، شويه ديال التحميره والبزار والسكنجبير، الكمون، وشويه ديال الملح. ما كنحتاجش ندير هنايا الخرقوم اولا الملون الغذائي. غادي نقطع دابا مطيشه والبصله والثوم وندير الكل، نخلط عليهم التوابل ونديرهم في الخلاط الكهربائي حتى يتخلطوا مزيان. نضيف عليهم واحد شويه ديال الماء باش يساعدني باش تدور لي. دابا بعد ما طحنا لاصوص ديالنا غنضيفو عليها شويه ديال زيت العود ولا زيت الزيتون، ونديروها فوق النار تشحرنا مزيان حتى تنشف من الماء. ندوزو نديرو الكفيته ديالنا، نزيدو عليها شويه القزبر ومعدنوس، شويه ديال الثومه محكوكه، شويه ديال التحميره والبزار والسكنجبير، وشويه ديال الزيت باش غادي نسوطيوها. ما غاديش نديرو هنايا لا خرقوم ولا ملون اصطناعي، كنكتفيو غير بهاد المقادير هادي. دابا كلشي عندي كيتشحر بعد ما حيدتهم من النار،
درت الكفته. عندي هنايا البصله اللي شحرت وهذه لاصوص طوماط، غادي نحك عليها شويه ديال الزعتره او الزعتر، وندوز نطلق العجينه ديالي. غادي نستعمل بشويه ديال الدقيق باش ما تلصق لياش، نطلقها تكون رقيقه شويه. المهم السمك كل واحد كيفاش كيبغي السمك. اللي بغا تجي عامره شويه كيخليها سميكه، واللي كيبغي لاباط تجي رقيقه شويه غادي يزيد يطلقها مزيان. انا هنا جبت واحد الصحن كبير باش نقطع الدائره تجيني مساويه، نحيد الزوائد بهذا الشكل. هذا السمك هذا هو اللي كان كيعجبني في البيتزا ديالي. دابا غادي ندوز نديرها في الصينيه ونتكها بشويه بالفرشيطه مزيان. انا كنديرها حتى واحد نص طيبه، اللي بغى يعمرها مباشره يعمرها ويدخلها للفران. بالنسبه ليا كنفضل انها طيب نص طيبه عاده باش نعمرها. كنحتاج الفرماج، كل واحد النوع ديال الفرماج اللي كيدير. انا بالنسبه ليا ما عنديش الموتزاريلا، عندي الفرماج الاحمر وهاد فرماج مربعات ديال الساندويتشات. دابا بعد ما طابت ليا نص طيبه كتجي على هذا الشكل. هذا نقطنا كما كتشوفوا العجينه كتجي رطيبه، نقدروا نعطفوها كي بغينا. دابا غادي ندوز اول حاجه غادي ندير فوق لاصوص، عاد باش نضيف البصله والكفته، عفوا ندير مطيشه ونزيد عليها داك المربعات ديال الفرماج ديال الساندويتشات. ممكن اللي كانت عنده الموتزاريلا افضل، انا دوما النوع ديال الاجبان اللي عندي اكتفيت بهم. نحاول نقطع مربعات ونعوض به الموتزاريلا. قطعت وش رائحة رقيقة شوية. بعد ما وزعت الجبن ديالي غادي نوزع دابا البصلة بشكل متساوي على الدائرة ديال البيتزا ديالي، وغادي نتبعها بطبقة ديال الكفتة. عاد باش غندير الفرماج الأحمر وندخلها الفران اللي راه مسخن ديجا، كنت طيبت فيه الطيبة الأولى نص طيبة وخليته مازال سخون. ضروري تكون يكون الفران سخون لنجاح البيتزا. دابا بعد ما وزعت الفرماج ديالي غادي نزيد واحد اللمسه ديال الزعتره، غادي نحكها باش تعطيني داك البنه ديال البيتزا، وعاد ندخل الفران ونتلاقى معكم بالشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي ديال البيتزا ديالي، كتجي على هذا الشكل. هذا راه كنا كنعرفوا نديروا البيتزا، كنختلفوا غير في الطرق. انا هذه هي طريقتي، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم. غندوز نقطع معكم تشوفوا كيفاش كتجي. كتجي على هذا الشكل هذا.
مرطبعه بحال ديال المطاعم كما كتشوفوا البيتزا ديالي. كتجي معلكه إلى اللقاء وإلى وصفة أخرى إن شاء الله.